خبر. حكايتنا في التقرير اللي جاي في برنامج 90 دقيقة هي لوزيرة التضامن. هي أسرة من أهالي ضحايا ومصابي قطار الأسكندرية، اتوفى منها اتنين، أصيب اتنين آخرين. 3 شهور والعيلة كعب داير اسكندرية والشرقية هنا وهنا عشان يصرفوا التعويضات والعلاج، لكن مفيش جدوى. وشؤون فقوس حددت لهم 200 جنيه فقط. عارفين يعني ايه 200 جنيه حضراتكم؟ اتنين توفوا واتنين مصابين. طبعا الأسرة بترفض ده وبترفض تاخد ال 200 جنيه، يعني ملهمش لازمة. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع تاني يمكن نقدر نحل المشكلة. اتصبت، كنت في القطر اللي جاي من بورسعيد وطالع على اسكندرية. ركبت انا وعم اتنين من عمامي وابن عمي من الزقازيق. القطر وقف قبل اسكندرية بمحطة، طبعا وقف فجأة. احنا طبعا سألنا عادي ان القطر واقف فيه، قال لك القطر هيمشي وكده، فما كملناش حضرتك 7 دقايق 8 دقايق. وسمعت صوت يعني حاجة، صوت حسيت ان قلبي هيوقف من الخوف بتاع من سماع الصوت. بس طبعا بعد كده ما حسيتش باي حاجه لان اغمى عليا في ساعتها وما حسيتش باي حاجه. عرفت ابني في الحادثه، فطبعا رحنا على طول لقيته طبعا كان بينزف من وشه، وكان وشه كله مفتوح ودم وبتاع وهدومه متقطعه، على يعني ما يعلم بها الا ربنا. كان عندي اصابه كسر في الحوض وكسر في مفصل الحوض، وعندي دراعي اللي هو الشمال في شرايح ومسامير. كل العلاج وكل حاجه هم كانوا عايزين يجيبوها من المستشفى، احنا كنا بنجيبها على حسابنا من بره. بعد كده عملت العمليه بعد يومين بالظبط، وكانت عمليه كبيره جدا. جه الدكتور وكتب لي تصريح. طب حضرتك انا هتحرك ازاي وامشي ازاي؟ قال لي والله هو خلاص ان حضرتك كتبنا لك تصريح بالخروج. وجابوا لي الاسعاف. فعلا كانت عمليه كبيره، ما كنتش لسه كملت، كان لسه بجرح بكل حاجه، لسه ما كملتش يومين بعد العمليه وكتب لي على خروج. طبعا حضرتك كتب لي متابعه ان انا تابع في اسكندريه. بتحايل على الدكتور ان انا مش صحتي ما تسمحش ان انا اركب من اسكندريه حضرتك اللي فاقوس هنا حضرتك اكتر من 5 ساعات. مفيش تعويض خدته، وطبعا اثبات بالورق مش بالكلام. يعني حضرتك احنا معانا ورق يثبت ان احنا ما خدناش ولا يعني ما خدناش تعويض واحد ولا جنيه صرف. وحضرتك التضامن الاجتماعي نازل التعويض بتاعه 200 جنيه للمصاب و5000 للمتوفي. وكان ممكن طبعا اتحرم من ولادي ومن وكفايه حزن امي، وكفايه اللي احنا دخلنا فيه الفتره اللي فاتت، ما يتساواش باي كنوز الدنيا كلها لو اتحطت تحت رجلينا. احمد ربنا ان هو عايش. طبعا ابن عم توفى وعم متوفى، وفي نفس الوقت عمري في حياتي ما نزلت دكان ولا وقفت، لان انا عندي عضله القلب تعبان، وبعد 65 سنه اقف ابيع العيل كيس كاراتيه بجنيه، لاني انا الحمد لله ابني من يوم ابوه ما مات كان شايلني على راسه. فمش معقوله في محنه زي دي اقدر اسيبه ومفيش داخل خالص، ولا وظيفه ولا حاجه ولا اي شيء كان. كل اللي بتمناه نفسي في وظيفه، بس ان ربنا يكرمني بوظيفه من اللي هي اللي فيها اعاقه 5%، انا دلوقتي استحقها، يعني عشان خاطر بناتي وعشان خاطر امي اللي ما لهاش حد غير. يعني مشاهدينا زي ما شفنا يعني حالته صعبة، عنده إعاقة زي ما هو بيقول 5%، طالب وظيفة علشان يقدر يصرف بيها على نفسه وعلى عيلته ويبقى عنده دخل شهري، بالإضافة إن هم طالبين معاش شهري
عشان الناس اللي توفت وده من حقهم. حاولنا نكلم حد في وزارة التضامن ما حدش بيرد علينا. دكتورة غدا والي، احنا متعودين من حضرتك ان انت دايما بتساعدينا في الحالات اللي بتطلع على شاشة المحور، وخاصة برنامج 90 دقيقة. يا ريت حد يكلمنا من وزارة التضامن ويتبنى هذه الحالة. طبعا 200 جنيه ده يعني شيء لا يعقل، مبلغ بسيط جدا ومبلغ هزيل وما ينفعش يصرف على اي حد. وايه 200 جنيه؟ 200 جنيه لاتنين توفوا واتنين اتصابوا؟ فيا ريت حد يتواصل معانا او يوصل لهذه العائله ويحاول حل مشكلتها. كل اللي هم طالبينه يعني شايفين والدته ست كبيره وبتبكي، كل اللي هي طالباه معاش شهري ان هي تصرف منه. هتشتغل ايه وهي في السن ده؟ ده من حقها.